طيب شلون تم اكتشاف موقع بيت الرسول؟ فسارت الازالات، احنا عارفين الموقع، فظهر محراب، محراب قديم جدا اثناء عمليات الحفر. فجيت انا للموقع باختصرها بسرعه جدا، فحددنا الموقع وتاكدنا منه وحاطناه بسور حديدي او خشبيه يعني حوله، وبدا العمل في كل اتجاه، وحاولنا احنا باسرع ما يمكن ننقب باشرافي انا، واشتغلنا فعلا مده حوالي يمكن 40 يوم ننقب خطوه خطوه، الى ان فعلا مستخدمين الخرائط القديمه ومستخدمين بعض الناس اللي هم كانوا درسوا في هذا المكان من اهل مكه وعارفينه تاكيدا. فبالوصف والشرح والتنقيب يعني السريع، بس المفروض يكون اقل من كده سرعه، بدينا نكتشف اماكن. زي مثلا وجدنا انه الشيخ القطان لما بنى رحمه الله عليه بنى ما بين المباني او الحوائط القديمه، فلما نزلنا الحوائط الجديده اللي بنى عليها الدور اللي اضافه، وجدنا ايضا ان هناك الفراغات موجوده، مثلا اول واحد ما ينزل حسب حتى الوصف التاريخي على يد اليسار هناك المقعد اللي نسميه المقعد او دار الضيافه، كان يستقبل فيه صلى الله عليه وسلم ضيوفه، ثم يمر على مكان موزع، الموزع ده يؤدي الى ثلاثه غرف رئيسيه، غرفه للرسول صلى الله عليه وسلم مع السيده خديجه، غرفه لاولاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها موقع ولاده السيده فاطمه واضح وكتب عنه في التاريخ، وموقع اخر مكان تعبده صلى الله عليه وسلم وهبوط الوحي فيه. هذه كلها كانت واضحه في المخططات. انا طبعا بعد كده رسمنا وحددنا وكل شيء، لكن ما اكتفيت، فابتديت انزل تدريجيا، وهذا امر يعني يعتبر في علم الاثار ما يسير بالسرعه هذه، لكن اضطريت الى الاستعجال ونزلت. ليش كنت مستعجل؟ الدركتورات في كل حال كل ما خيف بي كان الدركتورات شغاله. طيب ما حد من السلطات لما بين الاثر قال اوكي هذا مكان مهم، هذا مكان تاريخي، هذا اثر؟ انا وضحت وبديت وكتبت فيه تقرير وسلمته لمن له الشان في هذا الامر، لكن يعني كان الخوف من الاخرين لهم السلطه الدينيه انه المكان ده سيستخدم البدع والشرك ويصب فتنه وكذا، حتى كانوا يرغبوا في ازالته. ازالته بمعنى تدمير الموقع بالكامل. بالكامل ازالته، ولكن اللي سويته اللي علي انا سويته، رفعت المكان، درسته، تدرجت فيه الى ان وجدت فعلا ان المبنى من العصر العباسي واضح، الطبقه العباسيه، نزلت اكثر وجدت انها تتعدى وتصل الى مباني بدائيه لا تقل عن 1400 سنه، وارجو ان يكون المكان ما زال موجود. شو الوضع الحالي للمكان؟ هو بعد ال 40 يوم بعد ما كشفته والصور، صورت الموقع، انا سويت اللي هو ممكن اسويه، يعني حطيت فيه رمل بحيث انه لا يؤدي الى تفكك المكان، هذه حسب بعض المعلومات اللي نعرفها عن علم الاثار. فاللهم صل على سيدنا محمد. بعد كده طبعا المساحه كانت مطلوبه للمصلين، مسطحات، ومطلوبة لبعض الخدمات العامة. فالمبنى أو موقعه الآن أقدر أحدده بالضبط إذا سمح لي بالأجهزة والمعدات، لكن الأغلب أنه في عند مبنى عام لاستخدام خدمات عامة حمام عام. صعب أن أقولها بس للأسف نعم. وده يعني ما ادري، يعني يحس نفسي كثير ويلمني كثير بالاضافه للاشياء الاخرى. بيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ومحراب صلاته، ومكان هبوط الوحي، وبيت ام المؤمنين خديجه عليها السلام، والمكان الذي ولدت فيه فاطمه الزهراء عليها السلام، يبنى فوقه ظلما مرافق صحية بالقرب من بناء ماسوني في قلب مكة المكرمة. فمن يقودنا يا ترى؟ وإلى أين تتجه أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟